اختتمت أمس فعاليات المعرض الدولي السابع للاختراعات في الشرق الأوسط والذي ينظمه النادي العلمي الكويتي بإعلان تتويج الفائزين من دول خليجية وعربية وغربية بجوائز المعرض المختلفة. أسدل الستار على المعرض الدولي السابع للاختراعات في الشرق الأوسط بفوز المخترع التونسي محمد زيد الشعري بالجائزة الكبرى للمعرض والتي تقدر ب 15,000 دولار عن اختراعه شحن الهاتف النقال عن طريق الصوت. انت اذا تكلمتي في الموبايل نصف ساعه فانه اوتوماتيكلي الموبايل يشحن نصف ساعه، اذا انت استعملت التليفون يعني في اليوم 4 ساعات هو يشحن 4 ساعات، وبذلك يعني يكون امكانيه يعني نفاذ البطاريه من قوتها يعني هو 1/10. توزيع الجوائز الفائزه للمعرض السابع للاختراعات بالشرق الاوسط، وكانت بالفعل الاختراعات على مستوى عالي من الابداع والابتكار، وهذا ما ذكره رئيس لجنة التحكيم القادم من جنيف والذي يشرف على جائزة جنيف للاختراع. فكل الشكر للقائمين على هذه الجائزة، نادي العلم الكويتي الذي عودنا دائما على التميز. جوائز عديدة وقيمة قدمت من عدة جهات مختلفة للمخترعين والتي كانت على مستوى عال من الإبداع والتميز. ولله الحمد فوز التونسي في جائزة 15,000 دولار، هذه إن شاء الله تكون عون له في استمرارية الأبحاث في عمل وتحسين اختراعه. أعتقد الجوائز اللي فازت اليوم هي جوائز نسبيا طيبة، ونتمنى أن في خلال الـ4-5 سنوات نشاهد هذه الاختراعات موجودة في السوق. هذا المعرض يعتبر ظاهرة علمية فريدة، واهتمام الدول بالمشاركة في هذا المعرض يعطي بادرة بأن تكون الكويت في مصاف الدول المهتمة بالاختراعات والمخترعين. اليوم أثر صدورنا الاختراعات اللي شفناها في اكثر من 200 اختراع واكثر من 22 دوله شاركت فيه، وهذا ان كان يدل ان الدول العربيه والاسلاميه بدات تهتم في قطاع الاختراع المخترعين العرب والمسلمين، وهذا يعطي بادره بان تطور الدول ينشا من الاهتمام في هذول الفئه من المخترعين. سلمت يا كويت وانت تحتضنين في مركزك العلمي الكبير كل هذه العقول المبدعه التي نفخر بها كعرب وتفخر بنا كدولتنا، افصحوا عن اسرار ابداعاتهم فوق ترابها. من النادي العلمي الكويتي مروه محرم، تلفزيون دوله الكويت.